مساء الخير. رحب فيكم مرة تانية معي بدروس اللي عم نعطيها بالنسبة للرسم. بتمنى تكونوا عم تضلكم عم تتابعوني. أنا تأخرت شوي عليكم لأنه كنت شوي مشغول بمعرض تحضير لمعرض خاص فيني، والحمد لله كان المعرض كتير حلو. يلي بيحب يفوت يشوف شو اللوحات اللي كانت معروضة بالمعرض يزور الصفحة على الفيسبوك ريفي آرت. اليوم بدنا نحاول نرسم هيك منظر حلو، نعلمكم الستابس كيف نفوت نبلش من الأول للآخر. خليكم عم تتابعوني، وأنا بشكر كل الناس اللي عم تتابعني كان على فيسبوك أو على اليوتيوب، وفي ناس كتير عم تطلب مني أشياء كيف نمزج الألوان، كيف نعمل الألوان، شو اللون، شو الزيت، شو الأشياء اللي أنا عم حاول قد ما فيني رد على كل العالم وجاوب على كل أسئلتكم. فبتمنى أكون عم بقدر فيدكم بالأشياء اللي بقدر عليها. خليكم عم تتابعوني. أول شيء هلأ حابب بس هيك أعطي ملاحظة مهمة بالنسبة للكانفاس اللي نحن بنستعملها. أوقات إذا أنتوا عم تستعملوا الكانفاس وتحط إيدك على قماش هيك بتحس القماش منا مشدودة مظبوط، فهذه الشغلة مش منيحة. لازم دايما القماش يكون شادد على الآخر، لهالسبب لما بيكونوا عم يشدوا القماش بيحاولوا يشدوه قد ما فيهم. إذا بتلاحظوا إذا اللي بيشتري الكانفاس جاهزة، إذا بتلاحظوا في من ورا بتلاقي هيك أشياء محفورة عشان تحط فيها هيك نوع من الخشب. هذا الخشب لما تحطوه بتدقوه هذا بيساعدكم لتشدوا القماش أكثر. وانتوا عم بس تحطوا كل الخشب اللي من ورا على كل الزوايا وتشدوها بشكل كتير منيح، بس تدقوهم تحطوا الخشب هيك مثل ما انا حاطته. اذا بتلاحظوا كيف حاطط الخشب، هذا الخشب بتحطوه وبيجي مع اللوحه، بتحطوه وبتدقوه مزبوط عشان تشد الخشب. هذا بيصير بيبعد عن بعضه، بيصير بيشد القماشه بشكل كتير قوي. اذا بتلاحظوا هون هيك على الجنب بتلاقي في فراغ، هذا لانه القماش صار مشدود مزبوط. فانتوا بدكم تلاحظوا، وانتوا مجرد ما تعملوا هيك يعني اخر شيء بس جربوا كيف تشوفوها كيف مشدوده، كيف بيشدوا الطبله او بيشدوا هيك شيء على القماش. فبنصحكم قبل ما تبلشوا بالرسم تتاكدوا انه القماش مشدود 100% وتكون 100% فلات، ما تكون مموجة او فيها محلات مش مشدودة، بتحسوا هيك اللوحة 100% فلات ما فيها محلات طالعة نازلة. هذا بيساعدكم للرسم بشكل كثير كبير، وكمان بيشرب القماش الرسم الالوان بطريقة حلوة. في شغلة تانية حاب قلكن عليها، بتوفر كتير اشياء من الناس اللي بيحبوا يرسموا زيت. هلا في ناس تستعمل الباليت العادية وبس خلصوها بيرجعوا بينظفوها وبيرجعوا بينظفوها وبيشتغل وبيرجع بينظف. في ناس تستعمل بلاستيك، في ناس تستعمل صحون بلاستيك. فأنا بحب انصحكم بهيدا الباليت. إذا بدكم بيبر باليت هي شيء عاملينها بطريقة نفس الباليت العادية، تحط عليها الألوان وبتمزج عليها الألوان، بس هي عبارة عن أوراق. إذا بتلاحظوا هي أوراق. الحلو اللي فيها أنه بس تخلص فيك تشيل الورقة ونكبها بالزبالة، ونكون انتهينا من كل الموضوع وما في حدا لا حاجة أنه ننظف الباليت اللي عنا كانت بلاستيك أو خشب. فهيدي بتسهل كتير الموضوع على الناس اللي بدهم يشتغلوا ويخلصوا بسرعة. وبالتنظيف بعدين بعد ما يخلص رسم بيكون اختصر كثير من الوقت. ان شاء الله تعجبكم. فيكم تلاقوها كثير بكثير من المكتبات الموجودة اللي لها علاقة متخصصة بأدوات الرسم. طيب خلينا ننتقل لنشوف اللوحة اللي بدنا نرسمها ونبلش بأول خطوة. اليوم انا حابب استعمل هيدا الزيت اللي هو ميديوم ليكوين اوريجينال. هيدا صاير زيت بس معمول بطريقه الجل. هورجيكم
كيف ينزل الجير، كيف يكون شكله لما نحطه على هذا شكل الجيل. هذا الزيت اللي بدي استعمله هو زيت عبارة عن جيل، فإذا بنرجع نشوفه مرة ثانية، فهذا الجيل فيكم تشوفوه إذا بدكم وتعرفوا تفاصيل عنه أكثر على صفحتي أو على الويب سايت www.reefyart.com. في بالارت سبلايز سكشن فيكم تشوفوا كثير من التولز اللي بتستعمل للرسم، لحتى تشوفوا كيف لشو بتستعمل وليش هذا بنستعمله الزيت. هلا انا هذا الزيت استعملته او هلا عم استعمله، في شغله كثير حلوه انه هو بينشف شوي بسرعه اكثر لحتى نمشي باللوحه بطريقه اسرع، ومزجه بالالوان كمان كثير حلو، ولمعته ما بتكون كبيره، يعني في لمعه بس اللمعه مش كثير قويه، فاللمعه بتكون خفيفه. وانا ما بحب كثير اوقات بالرسم يكون في لمعه بالصوره مشان ما تعكس الضوء اللي موجود فوق الصوره. فهيدا هو الجل اليوم اللي بنستعمله للرسم. خلينا نشوف كيف نخلط اللون. مثل ما شفنا هدول الالوان حطيت انا هلا بدي اعمل بلش بالسماء من فوق. فهذا الجل اللي نحن حكينا عنه بدنا هلا نعمل اللون، وانا بدي اعمل لون السماء لون فاتح، فما بدي اعمله لون غامق، فباخذ من الازرق شوي وباخذ من الابيض عشان افتح اللون، وباخذ من الزيت اللي هو الجل وبنخلطهم مع بعض. ونحن اللون اللي بدنا اياه فينا نفتح اللون قد ما بدنا حسب ما شايفينه بالصوره. انا ما بديكم تخافوا من شيء، اي شيء جربوه وشوفوا كيف بيمشي معكم انتوا عم ترسموا، شغله بتبقى اكسبيرينس كثير حلوه. تخيل هذا اللون، فينا نفتحه اكثر اذا بدك تفتح اكثر، زيد الابيض. بس حبيت لكم كيف تخلطوا اللون مع بعضه، تحطوا الجل مع الالوان اللي بدكم اياها تخلطوها، مش انت عم تستعمل الريشه وبتاخذوا من الجل وبتحط بالالوان، لا نخلطه مره واحده مشان ياخذ الجل على كل الالوان. نزج الالوان، تاكد انه الريشه مليانه مظبوط، تعبت منيح الالوان. بنبلش دائما من فوق لتحت حسب الصورة اللي شفتوها، لازم اللون الأزرق الغامق يبلش من فوق ويخف شوي شوي لينزل لتحت. سو نبلش هيك من فوق، ودايما ما تمشوا هيك، أعطينا الملاحظة قبل هلا، دايما خلينا نمشي بهذا الطريقة. المحل اللي بدنا نعمل فيها غيوم ونقرب عليها خليها ابيض.
طلعت هون تركنا الاماكن مفتوحه بيضاء ما قربنا عليها كرمال نعمل الغيوم بطريقه تانية. فهون علمنا محل الغيوم اللي نحن بدنا نرسمه. بالنسبه للغيوم طبعا بدنا ناخذ اللون الابيض وخلينا نحط الجل ونحط كمان شوي اصفر عشان ناكل يعمل معنا لون كتير حلو لما بنخلطه، خاصه لما بنحطه فوق اللون الازرق بصير يبين بطريقه كتير حلوه، بيموج الالوان، بتحس الغيمه كانها حقيقيه. اليوم ما بدنا نشتغل كتير بالغيوم بس بدنا نحاول نبلش اللوحه مثل ما قلنا من اي تو زي. هذا الفيديو راح يكون مقسوم قسمين، اول قسم نعمل الغيوم مع السما ونعمل البيس تبع اللي تحت، بعدين نشتغل بالاشياء الثانيه. سو هون اللون تقريبا صار معنا جاهز. بحب استعمل انا بالغيوم الفان براش. الفان براش هي بتساعدنا لناخذ التكستشرز الاشياء الصغيره بتبين بالغيوم. هلا بنشوف كيف تطلع معنا. دايما نعبي الريشه قد ما في، خليها تمتلئ تماما. شوف كيف نبلش نعمل التكستشرز اللي بدنا اياهم بالغيوم. مثل ما قلنا هدول الاماكن الفاضيه اللي نحن بدنا نعبي فيها. بنبلش من فوق لتحت. هلا بدنا ننتبه نحن بالصورة من وين الضوء جاي، هل جاي الضوء من هذا الصوب او جاي هذا الصوب. اليوم بالصورة نحن اللي عنا الضوء جاي من هذا الصوب، فنحن بدنا نبلش من فوق وننزل لتحت. هلا شوفوا انا ما تركزوا كثير على التفاصيل. خلي الريشة تمشي كيف ما بدها، قلبوها هيك برموها، خليها تاخذ تكتشرز اللي بدها اياهم، الاشكال اللي بدها اياها تاخذها، بتطلع كثير حلوه لوحدها من دون ما انت تقعد تقول انا بدي اسوي هاي واسوي هاي. هاي شغله صغيره، مش شغله صغيره مش ضروري، خلص انت سويهم بطريقه حلوه. نفوت على اللون الازرق، بلش من الابيض فوت على الازرق لفوق مشان يبينوا معنا هدول الغيوم هيك كالازرق هيك شوز حلوه. Thank you.
اللي احلى ننزل فيهم من زون يكونوا يعملوا ميكس مع إذا لاحظنا بتبين معنا الغيمة عم يكون في محل ضوء أكثر بالمكان. هلا بدنا نبلش بنضيف اللون الاخضر حتى نعلم اللوحه كيف بدنا نشتغل فيها. خلينا اول شيء نعلم نحن شو اللي بدنا نعمله. حسب الصوره اللي موجوده نحن بدنا في عندنا مساحه هون خضراء. اوكي حيكون في عندنا هون هيك شجر حسب الصوره. هلا بحط لكم الصورة بتشوفوها. حيكون في عندنا هون كمان شجر. حيكون في عندنا هون شجرة كبيرة هيك. بس نحن هلا عم نعلم حتى نشوف المسافة. حيكون في عندنا هون بيت. حيكون في بيت هون. تقريبا هيدي اللوحة. هلا نحن بدنا كمان هون كليل رح يكون لون اخضر فبدنا نحاول اول شيء نعلم اللوحة الاخضر. ما ضروري نغمق اللون كثير لانه بعدين بنرجع بنشوف وين الاماكن الغامقة مغمقة وين الاماكن الفاتحة ونصير نرجع نفتحها. نحن هذا هدفنا بس نعلم اللوحة نعرف شو اللي بدنا نعمله. هدفنا بس هلا نعلي اللحمة. شو هم قلنا الالوان هلا؟ هلا عم نعلم بس اللوحة. لون تاني فاتح.
هلا بنحدد وين الشمس عاكسة علينا وين منا عاكسة. Thank you.
هلا تقريبا حطينا الالوان الموجوده، المفروض انه احنا نبلش بقى بالستيب الثاني اللي نحدد بقى مضبوط شو الاشياء. هلا بهذا الفيديو نحن بنكون خلصنا اول مرحله اللي هي كيف عملنا السماء، كيف حددنا اللوحه اللي نحن بدنا نرسمها، الالوان كيف تتفاوت شوي محل غامق محل فاتح. هلا بالفيديو اللي بعده بدنا نشوف بقى نفوت بالتفاصيل حتى نطلع ملامح اللوحه اللي هو الشجر والبيت، ونكفي هون المنظر تاع الفورست او اذا بدنا شكل مثل الغابه اللي موجوده. هون في عنا شجره كبيره، هون حكون في عنا شجره، هون في عنا بيت. خليكم معنا، احضروا معي الفيديو تاني تقريبا يومين او ثلاث ايام ان شاء الله بينزل الفيديو اللي بعده لنشوف كيف اللوحه بتخلص معنا. وكمان اليوم حكينا عن كيف نشد اللوحه وحكينا عن الباليت، ان شاء الله تكون المعلومات اللي حكيناها اليوم او الستبس اللي مشينا فيهم اليوم شوي بيفيدوكم. خليكم دائما على تابعوني على اليوتيوب او على صفحتي على الفيسبوك، وانا بشكركم وبشكر متابعتكم ودعمكم لنا.